أصدر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي لعام 2023 اعتبارا من يوم 6/2/2023، والمدة شهر على أن يكون كل محل أسبوعين عنده أوكازيون. ألزم القرار الصادر من الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن مسبق من مديرية التموين الواقع في الدائرة بتاعته، ويعني أهمية الالتزام من ناحية الجهات المشاركة بأنه يكونوا معلنين لثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بالسعر الفعلي ليها اللي كانت بتتباع بيه قبل كده قبل التصفية. خلينا نعرف مع حضراتكم دلوقتي مزيد من التفاصيل. معانا على الهاتف أستاذ أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة لشؤون الرقابة العامة على المعاملات التجارية. مساء الخير على حضرتك يا فندم. آليات تطبيق هذا القرار، الآليات الرقابية لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة. مساء الخير على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين. اهلا بسيادة. ومن خلال برنامج حضرتك المحترم بحب اهني جميع الاخوه المرحين باعياد الميلاد المجيده. سنه سعيده علينا باذن الله كلنا. اللهم امين يا فندم. هو حضرتك بمجرد صدور كرامة على الدكتور الوزير دايما وكالعاده بيتم انشاء مجموعات عمل داخل ديوان عمل الوزاره هدفها حاجتين. اول حاجه حضرتك توحيد القوانين والقرارات الوزاريه اللي احنا كلنا هنشتغل بيها سواء في ديوان عمل الوزاره او في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهوريه. الحاجه الثانيه حضرتك بيتم عمل نشر ارشادات للتجار والمواطنين. الهدف منها ازاي نخلي فعاليات هذا الاوكازيون على اكمل ما يرام. دي حاجه. الحاجه الثانيه الدخول في الاوكازيون هو دخول اختياري وليس اجباري. بمعنى ان اللي يدخل الاوكازيون يجب ان يلتزم ببعض المعايير والاساسيات اللي بيكفلها لي القانون. ومنها على سبيل المثال انه لازم يكون حاطط سعرين على كل سلعه. ماشي، قبل وبعد. احدهم هو مشطوب عليه لو هي نسبه التخفيض تقريبا قد ايه يا فندم؟ نسبه التخفيض تقريبا بتكون قد ايه؟ هي دايما كل سنه بتتراوح من 20% ل 50%. يمكن في بعض المحلات بتحط اكتر من كده وده بيبقى مقبول وعادي يعني، لان طالما في رقابه فالناس ما تخافش. برضه حضرتك من ضمن المعايير برضه اللي احنا بنحطها لازم يكون التاجر محتفظ ببونات البيع من شهر 6 عشان نتاكد من جديه الاوكازيون اللي هو حاطه. برضه بنهيب بعض الساده التجار ان هم بيخلي بالهم جدا من النسب انها ما تكونش نسب وهميه. لان عندنا في مفتشين سواء في الديوان او على المديريات عندهم كفاءه جامده جدا وخبرات متوارثه من نتيجه ان الشغل اللي احنا بنشوفه في السوق بيكتشف بسهوله جدا اما اذا كانت هذه النسبه وهميه ولا حقيقيه. فالساده المستهلكين ما يلاقوش منها خالص. طب في سلعه معينه مشاركه في الاوكازيون؟ هو الاوكازيون حضرتك دوت متاح لجميع الساده التجار. مش الملابس بس يعني. جميع الانشطه التجاريه من حقها انها تدخل زي نشاط تجاري كهربي، احذيه وشنط، مصنوعات جلديه، ستائر ومفروشات، كل ده يا فندم متاح لنا ندخل في الاوكازيون. شكرا جزيلا استاذ احمد ابو الفضل مدير الاداره العامه لشؤون الرقابه العامه على المعاملات التجاريه. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.